نزلنا اليوم نحن أعضاء لجنة الغاز برئاسة الأخ المهندس محسن بن مهيط والأخ رئيس غرفة العمليات والأخوة الأعضاء الباقين إلى نقطة الزاحم لنقل أوامر الشحن من نقطة الفلج إلى نقطة الزاحم وتسليمها للأخ المندوب محسن الخلاسي، وهو بدوره يقوم بتسليم أوامر الشحن لأي مقطورة تمر من هذه النقطة بعد التأكد من بياناتها وأرقامها والمواد إنها ما زالت مختمة وأوامر التحميل مطابقتها على البيانات، وأي نقطة تخالف بالمرور من أي نقطة أخرى عن هذه النقطة فسوف يتم إجراء العقوبة عليها وعلى المحطة المخالفة. نشكر الأخوة الأمن مسؤولين والضابط ومسؤول قائد النقطة والأخ قائد المنطقة الأمنية في الجوبة وقائد قوات الخاصة برداع على تعاونهم، ونتمنى المزيد من الجهد وذلك لما يصب في مصلحة المواطن في الأول والأخير، ونتمنى التوفيق للجميع. صالح حسن حميد عضو لجنة الغاز